بعد القناة لا صح المرأة أثناء الكنش أن تمارس أحد الأسرار المقدسة مثل سر الاعتراف أو أن تكشن بذلك الإنجيل. هو أسرار كثيرة جدا يلزم لها الصوم. يعني سر المعمودية يلزم له الصوم، وسر الميلون يلزم له الصوم، وسر الكهنوت والرسامات عموما يلزم لها الصوم، بالذات الاعتراف والزواج ما بنقولش لازم لهم الصوم. الاعتراف لان احنا عايزين الانسان يجي يعترف بخطيته في اي وقت، صايم مش صايم المهم يجي يعترف بخطيته، لان التوبه مقبوله في كل وقت. والزواج لان المسيح بيقول لا يستطيع بني العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم. فالنقطتين دول هما اللي ما بنستلزمش بهم الصوم. لكن الانبياء لما تكون في الانبياء لازم نكون صايمين، يعني يوم جمعه تختموا الصوم بيترشموا كلهم بالزيت بيكونوا كلهم صايمين، والكاهن نفسه صايم. لكن اذا كان عادي في اي وقت بترشم بالزيت بحاجه غير سر الانجيل سر السبت المرضي.